انعقد في مركز سيدة السلام بعمان مخيم الشرق الأوسط للمرشدات، والذي استمر لأربعة أيام متتالية بمشاركة ما يقارب 40 قائدة من لبنان ومصر وسوريا والأردن تحت عنوان المرشدة هي صديقة للطبيعة، حيث ابتدأ اللقاء بقداس إلهي ترأسه غبطة البطريرك فؤاد طوال في كنيسة الراعي الصالح سيدة السلام بمعاونة الأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي لمرشدات الشرق الأوسط، والأب جان لوك المرشد الروحي العالمي للمرشدات الكاثوليكيات، وبحضور مسؤولة إقليم الشرق الأوسط القائدة عايدة الصوص وعضو مكتب الكشاف الكاثوليكي لأوروبا وحوض المتوسط القائد بشار معشر، والأمين العام لهيئة كشافة ومرشدات مطرانية اللاتين القائد ركان فخوري. وقدم غبطته العظة مستشهداً برسالة البابا فرانسيس كن مسبحاً، والتي تمحورت حول الطبيعة وخلائقها، مضيفاً أن الأرض هي البيت الكبير المشترك التي يعيش عليها جميع البشر. وفي الختام قدمت القائد عايدة الصوص درعاً تكريمياً لغبطته كعربوني محبة وشكر وامتنان. الطبيعة اليوم اللي بتحدثنا عن ربنا، واللي بنقدر نجد ربنا من خلال احتكاكنا في الطبيعة. اليوم نحاول من خلال لقاءاتنا الروحية والكشفية خاصة للمرشدات نزرع أهمية الطبيعة في حياتنا. الله موجود في هذه الطبيعة، ونستطيع أن نصل إلى الله من خلال الطبيعة حسب تعبيرات القديس توما الأكويني. والإشي مركز عليه حتى مرشداتنا يتغذوا منه إنه هو ربط الطبيعة مع النصوص إنجيلية مقدسة. على سبيل المثال نتحدث عن الماء، نتحدث عن السامرية، عندما نتحدث عن النار نتحدث عن مواهب الروح القدس أو على العنصرة. فاليوم نشكر ربنا هاي النعمة الكبيرة، نطلب من ربنا فعلا يساعدنا حتى نأهل أكبر قدر ممكن من أبنائنا ومن بناتنا في الحركة الكشفية، حتى يكونوا فعلا محافظين على البيئة اللي من خلالها نقدر نصل لربنا. شاركنا اليوم بمؤتمر العالم الكاثوليكي للمرشدات بمشاركة 40 قائدة ومن الشرق الأوسط، من لبنان، من حلب، من الأردن، ومن مصر. والحمد لله، وهذا المؤتمر عن رسالة البابا لوداتو سي، وراح نكمل لمدة 4 أيام، وخلال هاي 4 أيام نتشارك بالحفاظ على البيئة والطبيعة كيف ترى المرشدة خلق الله بالطبيعة. نحن كتير مبسوطين أنه نحن بالأردن، ونشكر كشافة الأردن سكوت جيرل جايد أند جيرل سكاوتس لاتين أوف جوردن لاستضافتهم لإلنا بهالمجمع الكشفي للمرشدات، جايين من الشرق الأوسط لنحكي شوي عن موضوع البيئة وعن كيف فينا نشوف الله من خلال البيئة. أكيد نحن تلمسنا هذا الموضوع من مختلف مواضيع، والتمسنا شو هي المشاكل يلي عم بيواجهها كل بلد، المشاكل البيئية بالشرق الأوسط لكل بلد مشارك. نحن كتير مبسوطين بأنه سنحت لنا الفرصة نشارك بهذا المؤتمر. نحن جايين من حلب سوريا، ممثلين عن سوريا. إن شاء الله هيك نقدر نستفيد منه كله، نتبادل خبرات مع الآخرين، ونتعرف على قائدات الشرق الأوسط، وأكيد كل هالخبرات رح نوصلها لبلدنا سوريا.